UK remains committed to trading freely with our European neighbours and cooperating with them on matters including law enforcement and counter-terrorism. Let me say a few words about the subjects we've covered over the last 2 days. The UK is leaving the EU, but we are not leaving Europe, and we are not turning our backs on our friends and allies. While we have not yet formally started the exit negotiations, here at this summit I've been clear that my aim is to cement Britain as a close partner of the EU once we have left. Yes, the United Kingdom will be a fully independent country. المملكة المتحدة سوف تكون دولة ذات سيادة مستقلة تتخذ قراراتها بحرية بشأن طيف واسع من القضايا كضبط الهجرة، ولكننا نريد أن نتاجر بحرية من ناحية المتاجرة بالبضائع والخدمات، وهنالك تحديات سوف نواجهها، ولكن القيم هي ذاتها، وبالتالي أريد أن أصل إلى علاقة تعاونية مع شركائنا الأوروبيين. ثمة مخاطر واللحظات صعبة وتتطلب الأخذ والعطاء، ولكن يؤمن الإيمان الراسخ إذا ما تطرقنا إلى الأمر بروح بناء كما أفعل أنا، يمكننا أن نغادر الاتحاد الأوروبي بسلاسة، ويمكن أن نصل إلى شراكة مميزة تصب في مصلحة أوروبا والمملكة المتحدة. هذا يصب في مصلحة البريطانيين ومصلحة جميع الشركاء الأوروبيين. أما بالنسبة للقضايا الأخرى فقد تحدثنا عما يمكن فعله للتصدي لأزمة اللاجئين. منذ البداية طلبنا بنهج شامل. هنا في بروكسل أعدت التأكيد على ما قلته في الأمم المتحدة، أي نهج عالمي يعتمد على 3 ركائز أساسية: أن نضمن توفير طلب اللجوء في أماكن آمنة، والتفريق بين أولئك الذين يأتون للحصول على المال وأولئك الذين يأتون فعلا ليصبحوا لاجئين، ويجب بطبيعة الحال أن تقبل الدول عودة أولئك الأشخاص الذين لا يسمح لهم بالبقاء في أماكن أخرى. يتعين علينا بطبيعة الحال أن نتفق على القيام بالمزيد لتمنع تلك الدول مرور اللاجئين الاقتصاديين. وبالإضافة إلى ذلك فإن المملكة المتحدة سوف توفر دعما أساسيا من خلال شركائنا كتوفير مستشارين إلى اليونان أو الإبقاء على أسطولنا في بحر إيجا وفي البحر الأبيض المتوسط. HMS Echo سوف تستبدل HMS Enterprise وسوف تبحر لتصل إلى البحر المتوسط مع السنة القادمة. تحدثنا عن سوريا طبعا، وحججت بالقول مع سيدة ميركل وأولاند وآخرين لإرسال رسالة موحدة نشطة نطالب فيها روسيا والنظام السوري أن يوقفوا اعتداءهم على حلب. الاتحاد الأوروبي يجب أن لا ينحي جانبا أي خيار للتصدي لهذه المسألة، ومن أهمية بمكان أن نمارس ضغوطا على روسيا لكي توقف هجماتها على حلب وأن نصل إلى حيز لننتقل فيه إلى التسوية السياسية. وفي الأثناء يجب أن نقوم بكل ما بوسعنا لكي نخفف من وطأة المعاناة السوريين. اليوم في جنيف المملكة المتحدة ضمنت جلسة إضافية للطلب الوقف إطلاق النار في مجلس حقوق الإنسان. هنالك ملايين من المدنيين الذين تقطعت بهم السبل، وهنالك آلاف وآلاف يحتاجون إلى الغذاء والمأوى. المملكة المتحدة تحتل المرتبة الثانية من ناحية توفير المساعدات الإنسانية، وإذا ما استطعنا أن نصل إلى حلب والمنطقة المحاصرة الأخرى فنحن جاهزون لتوفير 23 مليون جنيه استرليني للأمم المتحدة لكي تستخدمها لكي تصل تلك المساعدات إلى الأماكن العصية على النفاذ. أخيرا تحدثنا عن التجارة. المملكة المتحدة ناصرت دائما وأبدا التجارة الحرة، وسوف نستمر في فعل ذلك. أنا أريد من المملكة المتحدة أن تكون أكثر نشاطا وليس أقل نشاطا لكي نعزز من التجارة الحرة في كافة أرجاء العالم. هذا يعني أنه بينما نبقى عضوا الآن في الاتحاد الأوروبي سوف نستمر في دعم المفاوضات مفاوضات الاتحاد الأوروبي للتجارة الحرة، وبينما نغادر الاتحاد الأوروبي فإن علاقتنا
التجارية سوف تتكشف لاحقا، ولكن هذا لن يقوض أجندة التجارة الأوروبية ولن نتنافس معها، ولكن سنساعد أوروبا للوصول على هذه الاتفاقيات التجارية الحرة. الأمر مرتبط باغتنام الفرصة، اغتنام فرصة البريكزيت ومحاولة صياغة المستقبل، ولكي يكون لدينا موطئ قدم وقدم راسخة في عالم المستقبل. سوف نستفيد بطبيعة الحال من التجارة الثنائية والثلاثية ومتعددة الأطراف، وبطبيعة الحال سوف يصب ذلك في ليس في مصلحة الأثرياء ولكن في مصلحة الجميع. شكرا جزيلا. أستقي أسئلة الآن. توم، رئيسة الوزراء، بينما نتحدث هنالك حرب، هنالك سفينة حربية روسية تمر على مشارف دوفر لتنتقل إلى سوريا. هل كان يتعين إحراز تقدم في هذا المقام، لا سيما زيادة ممارسة الضغط على روسيا؟ نعم، أعتقد أن النقاش كان جيدا جدا بشأن روسيا وما تقوم به في سوريا والوقع الذي يتمخض عن استهداف المدنيين في حلب، وأيضا الفظائع الأخرى التي ترتكب في مناطق أخرى في سوريا. نحن كنا واضحين بشأن دور روسيا، ونريد من الاتحاد الأوروبي أن يتحدث بحزم وأن يأخذ بعين الاعتبار وقف هذه الفظائع، وهنالك الخيارات جميعها مطروحة على الطاولة وقد اتفقنا على ذلك. هل من أسئلة إضافية؟ لورا، شكرا رئيسة الوزراء. هل تتوقع من الدول 27 أن يصغوا للمملكة المتحدة بينما نغادرهم؟ هل هم خليقون بتجاهلنا ربما الآن؟ وماذا عن السفن الروسية الموجودة في القناة الإنجليزية؟ بالنسبة للسؤال الخاص بالاتحاد الأوروبي وما نقوم به بشأنه وكيف يتعاملون معنا، نعم سوف نغادر الاتحاد الأوروبي، ولكن كنت واضحة وتحدثت مع الجميع، تحدثت مع القادة والمسؤولين وهنا أيضا في بروكسل، قلت طالما نحن عضو في الاتحاد الأوروبي سوف نفي بالتزاماتنا ونقوم بواجباتنا، وهذا ما رحب به، وأعتقد أن هذه هي الروح الصحيحة التي يجب اتباعها. طبعا 27 دولة يجب أن تتحدث فيما بينها، وكما قلت في الربع الأول من السنة القادمة سوف نفعل المادة 50 لنطلق المفاوضات، ولكن سوف أستمر في دوري كما فعلت اليوم، وبطبيعة الحال أنا سأستمر لأمثل المملكة المتحدة كعضو الآن في الأثناء، ونحن على دراية بما تقوم به روسيا في سوريا، ولذلك مهمتي بمكان أن نصل إلى البيان الذي توصلنا إليه كاتحاد أوروبي اليوم. إن الأمر مرتبط بالطبيعة البشرية، إذا ما وضعت يدك على الباب لكي تغادري فإن أصواتا من خلفك سوف تتعالى. هل لي أن أطرح السؤال ميشيل باني المفوض الأوروبي يريد أن يقوم بالمفاوضات باللغة الفرنسية، هل هذه نية سليمة من طرف الأوروبيين؟ سوف نقوم بالمفاوضات بالطريقة التي نصل بها إلى صفقة مميزة للمملكة المتحدة. وبينما جلست حول المنضدة هنا في بروكسل لقد لعبت دوري بالكامل، وهنالك دول أخرى تريد المملكة المتحدة أن تلعب دورها الكامل، بينما نحن منتمين إلى الاتحاد الأوروبي. هناك الكثير من القضايا نتفق مع أوروبا بشأنها، لا سيما التحديات والحاجة لكي تتضافر جهودنا لنذلل تلك التحديات. السؤال الآخر، هل هنالك صحفي من غير الصحفيين البريطانيين يريد أن يطرح سؤالا؟ ماثيو هولس من أمنس ماركت سايت. طبعا أنت تحدثي عن التجارة الحرة، بالنظر إلى
الاستفادة من التجارة الحرة. هل تريدين أن تعيد التفكير في ما قامت به الحكومة فيما يخص الضرائب وتخفيضها، لا سيما ما يتعلق الأمر بصناعة الصلب والفولاذ وحمايتها؟ لقد تحدثنا عن التجارة وتحدثنا عن تحديثها، وما اتفقنا عليه هو أنه من الأهمية بمكان أن ننظر إلى هذه المسألة بطريقة شاملة لكي نحاول أن نحدث من هذه الصكوك الخاصة بالمنظومة الدفاعية والصناعات الدفاعية. وهنا يجب أن نضرب التوازن في الأمر بين المنتجين والمستهلكين. فيصل من سكاي نيوز، هل تعتقدين أن المسؤولين الأوروبيين وصلتهم الرسالة؟ دونالد تسك قال البارحة إن الأمر مرتبط بالبريطانيين إذا ما أردوا أن يعكسوا ويقلبوا الآية، لا سيما فيما يخص المادة 50، وبريطانيا تريد أن تتبع التجارة الحرة. هل تعنين بذلك الإبقاء على السوق المشتركة؟ أنا لم أتحدث بلسان مختلف. نريد صفقة مميزة للتجارة، تجارة بالبضائع والخدمات ضمن السوق المشترك. وقلت أيضا يجب علينا أن ننظر في هذا الأمر من خلال طريقة مختلفة، أي عندما تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي سوف تتكشف علاقة مختلفة طبعا عما كانت عليه الحال عندما كنا عضوا، وبالتالي سوف نتفاوض بشأن العلاقة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي. أريد كما قلت الصفقة المميزة الأفضل لكي نمضي قدما في تجارتنا خارج نطاق الاتحاد الأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بالبضائع والخدمات. فرانسيس